إذا عندنا لحد الآن إحنا حكينا شوي عن الـ P والـ I والـ D، حكينا عن الـ PRD controllers، وبتذكروا أحد الأشياء اللي حكينا عنها مثلاً عند الـ PT والـ D Deep Zero للـ Root Locus. والهدف كان من الـ D تخفف الأوفرشوت، وبشكل عام الـ D تحسن stability أو improves، بدل ما نحكي fixes بدل نحكي improves stability. والهدف الرئيسي كان من الـ I إنها تنزل steady state level. لكن الخطورة بالـ I could cause instability. زيرو اقرب من البول، زي ما سالوا عليك ممكن انا اضيف زيرو
في دي كنترولر بطل دي كومبنسيتر. واحنا بشكل عام اللي بنقوله اللي اقرب للاوريجن بكون هو الاقوى. اذا تاثير الزيرو اقوى من تاثير اللاج كومبنسيتر بكون بكون العكس بكون البول اقرب للاوريجن من الزيرو. اذا معنى وقت المفروض يبين الدايجرام بالعكس لما باجي بضيف لاج كومبنسيتر شو هدفي من اللاج كومبنسيتر؟ شو كان هدفي هون من البيت كومبنسيتر؟ شو راح يكون هدفي من اللاج كومبنسيتر؟ خاصة في الستيدي ستيت زي الاي. اذا هون ريديوسز ستيدي ستيت ايرور وبكون عندي هلا هون في خطا طبعا انه اثر شوي على الستابيليتي. هلا الاختلاف هون انه بكون التنين قريبين جدا من الاوريجن. هون كان عندي ها يعني هون الزيرو مور دومينانت البول ليس دومينانت. هون راح يكون البول اقرب يعني البول هون نيرر الاوريجن. نفس الشيء الترانسفير فانكشن راح تكون نفسها يعني شكل الترانسفير فانكشن راح تكون نفسها بس شو الاختلاف صار بين البيت كومبنسيتر واللاج كومبنسيتر؟ قيمه زد سي وقيمه بي سي. هون قيمه زد سي اصغر من بي سي هون راح تكون اكبر فراح يكون عندي نفس الشيء ترانسفير فانكشن راح يكون عندي البول اقرب من الزيرو. لكن في الواقع هم بكون مظبوط هو اقرب بس بكون قيمهم صغيره جدا قريبين جدا التنين من بعض. البول قريب جدا من الزيرو. لو كان بول فوق زيرو بالضبط ايش بيعمل؟ بالغبار. بالغبار تمام. هدول بكونوا قريبين جدا من بعض بحاله اللاج كومبنسيتر والهدف انه ينزل الستيدي ستيت وبول نيرو ذا اوريجن بكون نفس الشيء ترانسفير فانكشن هي اس بلس زد سي واس بلس اي سي هاي بتكون ترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم. احنا ما راح ندخل بالتفصيل تصميم الليد كومبنسيتر المهم انه نعرف انه الهدف منه ينزل ستيدي ستيت بكون هدول الاثنين قريبين جدا من الاوريجن الاثنين قريبين من الاوريجن بس الاقرب للاوريجن هو البول والاقرب للاوريجن هو الزيرو. احنا هون راح نشتغله راح نيجي اعطيك سؤال في شرطين في الليد كومبنسيتر اقول لك حقق لي الفيرست تايم تو بيك مثلا او السكند تايم وحقق لي الاوفر شوت الاثنين مع بعض بترسم انت الروت لوكس بتحاول تحقق الشرط بتلاقي ممكن تحقق شرط الاوفر شوت بس ما يتحقق شرط الفيرست تايم تو بيك او الرايز تايم او احقق شرط الرايز تايم او الفيرست تايم تو بيك او السيرفنج تايم ما بقدرش احقق شرط الاوفر شوت. بالحاله هاي بعرف انه الكي كنترولر ما بكفي لحاله شو بحتاج ادخل على السيستم؟ الليد كومبنسيتر. الليد كومبنسيتر راح يحرك المسار يعني لاحظ انا لما باجي على سيستم فيه ثلاث بولز اصليات الاوبن لوب بولز تبعون مين هذول بكونوا الاصليات؟ والترانسفير فانكشن تبعت البلانت اللي بدها تتحكم فيها وروح ضفت للروت لوكس حطيت بول وزيرو مش رح تغير شكلها وبشكل عام في القاعده رح تلاقيه تقريبا انسحب لهي الجهه رح ينسحب من هناك ويوصل لهي الجهه. طبعا كمان هون احنا كنا نغير لو ضفت انا زيرو كمان بغير المكان بغيره لكن هون هلا رح ندرسه بالتفصيل كيف بالرسم كمان بالرسم يعني هي الروت لوكس هي عباره عن جرافيكال ميثود مش حسابات هي رسم وبقيس قياسات وبطلع فاليو رح تشوف الرسم كيف لو اعطيتك انا شرطين فيرست تايم تو بيك او رايز تايم واوفر شوت مع بعض كيف تحسب قيمه كي المطلوبه وتحسب قيم زد سي وزد بي سي كي سهله لانك تعامل كي قبل هيك وين الصعوبه عندك؟ تطلع قيمه زد سي وبي سي وترسم الروت لوكس بجديد بعدين حتى تطلع قيمه كي بترجع نفس الطريقه اللي انت اشتغلتها قبل هيك في البروبورشنال كنترولر بتطلع ترسم الخط اللي بدك اياه زيتا او بيتا تطلع النقطة المطلوبة ومنها بتطلع قيمة كي بالقياس، لكن الصعوبة هلا احنا بدنا نطلعها بدنا نشوف قديش قيمة زد سي وبي سي اللي احطهم هون بحيث انه نخلي الروت لوكس يمر في النقطة اللي انا بدي اياها، هو ما بمر في النقطة اللي بدي اياها. حتى نشرح شو يعني بمر في النقطة اللي بدي اياها او ما بمر. نفترض انه عندي سيستم، خلينا ناخذ السيستم زي السيستم اللي حكيناه قبل شوي. كان عندي هون واحد مثلا وثلاثة فرضا وعشرة. اي السيستم الاصلي اللي كان موجود هون واحنا عارفين هذا السيستم اقترب الاثنين من بعض وعملوا هيك على اسمتوت 60 وهذا راح هون يجينا رسمنا احنا هلا هون الزاويه اللي هي 60 درجه اللي بتعطيني اول شوت مقداره 15% ووجدنا انه الرايز تايم حتى يتحقق الرايز تايم المطلوب بدي اوميجا تي تكون هيك او اكثر
إذا صارت هاي النقطة المطلوبة، هاي النقطة إيش بحب أنه يصير؟ بحب إنه الروت لوكس يمر من هاي النقطة. إذا مر في هاي النقطة مش أنت بتعرف تطلع كيف؟ بس هو رقم. إذا شو بدي أعمل الآن؟ بدي أضيف زد سي وبي سي مناسبين أختارهم بعناية بحيث إنه الروت لوكس هلا ينحرف عن هذا المسار ويمر في هاي النقطة اللي موجودة. إذا مر في النقطة هاي بطريقة معينة بدي أجبره يمر في النقطة هاي بحيث إنه يصير عند النقطة هاي الشرطين يتحققوا. إحنا عارفين إنه الشرطين يتحققوا اللي هم التنين اللي طلبناهم، يا إما مثلاً أوفر شوت ورايس لاين أو أوفر شوت وسيتنج تايم أو أوفر شوت وفيرست تايم تو بيك. إذا تحققوا، إذا هلا المشكلة عندنا أو طريقة التصميم المطلوبة كيف أختار زد سي وبي سي بحيث إنه يكون فوكس يمر في هاي. مهم نفهم السؤال قبل ما نعرف الجواب، مش هيك؟ واضح شو المطلوب منا؟ مطلوب منا وين أحط هذول؟ وعادة حنحطهم على الريل أكسس طبعاً لأنهم لحالهم. فبدي أحط راح يكون الشرط انه الزيرو احط الزيرو هون ولا هون، واذا حطيت الزيرو هون وين لازم يكون البول تبع الكومبنسيتر بعده؟ بعده بصير يكون قبله. هذا هي السؤال اللي هو الليد كومبنسيتر. اذا